كيف بتهيئ الكنيسة الأرثوذكسية الشعب للحدث العظيم القيامة؟ شو أهمية دخول المسيح لأورشليم؟ شو هي رتبة الشعانين؟ ولشو بيرمز الشمع بأحد الشعانين؟ أسئلة كلنا منطرحها على نفسنا. ولنعرف أكثر عن الموضوع قصدنا الأب أغابيوس نعوس ليخبرنا كيف بتتحضر الكنيسة الأرثوذكسية للقيامة. تبارك الله الذي يشاء الكل أن يخلصوا إلى معرفة الحقيقة لكل حين الآن وكل آن ولدهر الداهرين أمين. الكنيسة الأرثوذكسية هي كنيسة حية، كنيسة تهيئ شعبها لكي يكون هذا الشعب منخرط في الحدث، لكي لا يبقى هذا الشعب متفرج، لكي تقودنا إلى أن نكون في مسيرة خلاصية حقيقية نعيش فيها مع الرب يسوع المسيح كي نصل إلى الملء، والملء عندنا هو القيامة، لكي نكون حقيقة متحدين في المسيح يسوع المائت القائم. نحن نموت عن ذواتنا لكي يقوم فينا المسيح، نموت عن إنساننا القديم لكي نحيا مع المسيح يسوع. وهذه هي الأهداف الأساسية للمسيحي ككل، هي أن تكون أنت في الحضرة الإلهية، أن تكون أنت ساعي أن تتمجد مع المسيح يسوع. وبما أننا في الاستعداد للأسبوع العظيم، لابد لي أن أعرج قبل الشعانين على حدث مهم جدا، هو حدث إقامة لعازر، يعني من سمينا احنا سبت لعازر الذي يسبق الشعانين، لأن فيه إعلان صارخ عن قيامة يسوع المسيح وعن قدرته على الموت. يعني هو سيد الحياة وهو سيد الموت، هو الذي يستطيع أن يفتدينا. فلعازر هذا الذي أنتنا في القبر، إنما يسوع المسيح وقف على قبره وأخرجه بكلمة واحدة قائلا له هلما خارجا لعازر، يعني اخرج من القبر. وبالحقيقة قد خرج لعازر، وهذه كانت علامة الانتصار الأول على الموت والعلامة الفارقة في تاريخ يسوع المسيح، إذ شدد تلاميذه قبلها. فإذا نحن نتشدد ونحن في مسيرتنا باتجاه الألام أن القيامة حاصلة قبل الألام، وأن هذه مضمونة بفعل قيامة لعازر. والعظيم أيضا أنه أحد الشعانين هو بالنسبة لنا هو دخول انتصاري. أيضا يسوع المسيح أعلن نفسه ملكا في دخوله على أورشليم، وأعلن نفسه أنه يحقق أورشليم الجديدة. ونحن نؤمن تماما أن أورشليم هذه الأرضية إنها كانت مدخلنا إلى أورشليم. أورشليم هي تاريخية ومعروفة في الكتاب المقدس وجدا معروفة عند الشعب اليهودي. وأورشليم هي مركز العبادة، مركز الهيكل إذا بدنا نسميه، مركز الأغنياء، هي المكان الذي فيه جبل صهيون الذي يعبد الله هناك. فيسوع المسيح قرر أن يعلن نفسه هو الإله المخلص، قرر أن يعطي لأورشليم هذه صيغة جديدة، وخاصة أنه كانت المنطقة عم تغلي مضطربة وبدها تسلم يسوع المسيح. ولكن يسوع المسيح قال أن أنا ملك السلام، وأورشليم يعني هي أرض السلام بالنهاية. ويسوع المسيح افتتح لنا أورشليم الجديدة في دخوله إلى أورشليم القديمة. الناس كانت تهلل وعم تزلغط لأنه يسوع أتى، وفي ذهنها أنه هو المخلص، وفي ذهنهم أنه هو المخلص من قبضة الرومان ومن قبضة العهود القديمة، وأنه هو الذي يحرر إذا بدنا نسميه إسرائيل من كل أعدائها. هذا الفكر القديم، ولكن فكر يسوع المسيح قال لهم أنني أنا ملك من نوع آخر، والانتصار لا يتم بالسلاح ولا بالثورة المسلحة ولا بالثورة السياسية، إنما الانتصار يتم بالحب وبالبذل. وهو وقت المكان الوحيد اللي يسوع المسيح كان بقوة، إنما قال لهم إذا بتسكتوا هالأطفال لك الحجارة بدها تنده. يسوع ما بنشوفه ولا مرة عم بيهيص لحاله، ولكن في أورشليم في دخوله إلى أورشليم إنما أعلن نفسه أنه هو الآتي من أجل أن يكون مخلصا للكون. نحن في الكنيسة نصلي صلاة زاخرة بالابتهاج أولا، والعظيم أننا في زياحاتنا إنما نستذكر زياح يسوع المسيح في أورشليم. والزياح منه عبثي، وهذا من بداية المسيحية بلشت الزياحات، ومنه استعراضية كما يعتقد البعض، إنما فيها تسبيح وتهليل. والعظيم أيضا أن الترتيل اللي بتقوله الكنيسة الأرثوذكسية تحديدا، أيها المسيح الإله لما أقمت لعازر من بين الأموات قبل ألامك حققت القيامة العامة، يعني نستذكر فيها أن القيامة إنما آتية. والفرحة تبدو على الوجوه، وهذا العيد ليس عيد للأطفال ولا للصغار، ولكن نحن نحمل فيه الشموع، نحن نتهلل لكي نعلن فجر الضياء الآتي من هالشمعة التي تموت لتذبل من أجل أن تنير. فإذا كل الصلوات بتركز على حدث عظيم هو حدث خلاصنا، وأنه هذا التسبيح الذي نسبحه هو ما
من أفواه الأطفال والرضع نستذكر العهد القديم أصلحت تسبيحا، وكلمة أوصلنا في الأعالي المرددة عدة مرات في زياحنا، أوصلنا يعني خلصنا الآن. أما وبالنسبة لرأي الكنيسة الأرثوذكسية لزينة شمع الشعانين، تحولها لموضوع تجاري خارج عن الرموز المسيحية هو التالي. الحقيقة الشمعة مش بس برتبة الشمعين، بكل الرتب عندها نفس المضمون الذي فيها هي بذل وذوبان من أجل الإنارة، غير أنه الشمعة بتضوي أو تنتحرك. نحن بالنسبة لنا المسيح هو الضوء الحقيقي، والمسيح هو محكك في اليوم الأخير، يعني هو إذا بدي أحكي بالعربي الواضح هو الملكوت وهو النار تبعك. يعني إذا كنت أنت تقتبل يسوع المسيح كربا ومخلص، تكون لك هذه الشمعة، هذا المسيح ضياء لك. وإذا أنت رفضت هذا، يعني أنت حطيت حالك في دائرة بعيدة عنه، يعني بتكون أنت وضعت نفسك في الظلام أولا، والأمر الثاني أنك تكون أنت محترق فيه. يعني يسوع المسيح مثل ما بيقول أحد الأباء القديسين باسيدوس الكبير، أنه هو فعلا كالشمعة، يعني نحن بنضوي فيها ولكن الفراشة بتحترق فيها. فهذه القيمة الضوئية اللي ما بنسميها ضوئية مخلوقة، إنما ضياء الملكوت، للي بيكون تعود على الملكوت على الضياء من الآن بيكون عايش بالفرح مع الملكوت، واللي ما بيكون تعود على الضياء يعني بمسيرة حياته خلال الأرض من بذل وتضحية بيكون عم يحط حاله في حالة الدينونة الأبدية المحرقة، حيث النار التي لا تطفئ اللي هي من نار مادية، ولكن عدم قبولك لله هو الحريق تماما. في مجتمع استهلاكي واضح، وأنه التسويق هو سيد الموقف، وأنه المصاري هي إله يعبد، والناس كلها عم تتحول إلى تشييء الأحداث الإلهية. نحن بالنسبة لأن الحدث الإلهي هو ليس شيئاً، إنما هو حدثاً خلاصياً. هلأ اليوم العالم صارت مأخوذة أكثر بالتفاصيل المادية الملموسة وتنسي ناسة الجوهر. واللي بدي لك إنه اليوم في مؤسسات طويلة عريضة ليست مسيحية هادفة إلى تحطيم كل الرموز المسيحية. إذا بتشوفي الأشياء اللي بتفزع اللي بتنحط، إذا بتشوفي الأشياء يلي ما لها أي علاقة في بالسلام، الأشياء الدموية اللي عم تنحط هنا وهناك، إذا بتقولي للناس اليوم إنه أنت انتبهوا، بتصير أنت غريبة عن الأجواء، يعني أنت انتبهوا. لا، انتبهوا يا جماعة، لأنه المسيح هو ضياء وليس مصاري ولا بعشري. أصلاً يسوع المسيح بتعرفوا كتير منيح إنه ما رفض المال بشكل عام، ولكن رفض أدائك للمال. فأنت ما تخلي أدائك للمال في هذه الأيام مسيطر على حياة نهج مسيحيتك. فإذا غصن الزيتون هو علامة المسالمة. في الماضي بضيعنا ما كانوا حتى يحملوا شمعة، كانوا يحملوا سحف النخل اللي بيقدروا أخذوها، وأغصان الزيتون اللي بهللوا فيها سلاميا. فيسوع المسيح أتى لكي يحقق مملكة بالحب بالسلام، وليست بالدماء وليست فولكلورية، إنما هي ملكوتية تستشعرها منذ الآن. يعني نحن نعيش حدث الملكوت منذ الآن، وإذا نحن ما بندخل بدائرة الملكوت منذ الآن ممكن نحن أيأس ناس وأكثر ناس بائسين، لأنه كل ما هو حولنا هذا يصب في خانة أضعاف حسك الداخلي. فخلي حسك الداخلي مستنيراً.